مجلة الكواكب وتقدمنا للزواج من عبد الحليم. 50 منهن فقط انطبقت عليهن الشروط. على فكرة الشرط كان موافقة ولي أمر الفتاة على الزواج من عبد الحليم. الموسيقار محمد عبد الوهاب تدخل لفض نزاع عنيف نشب بين عبد الحليم حافظ والكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، الذي هدد حليم بسحب إحدى روايته من شركة صوت الفن وإعطاء الرواية لمنتج آخر بعد أن تأخر حليم في إنتاجها. إصرار عبد الحليم على التدخل لتوجيه الموسيقيين أثناء بروفات الموسيقار كمال الطويل دفع الملحن الكبير إلى التوقف عن التعاون الفني مع حليم لسنوات طويلة. نهل القدسي التي كانت ترافق عبد الحليم في رحلته الأخيرة رفضت طلبه بتصوير تفاصيل العملية الجراحية بالفيديو. عبد الحليم حافظ أرسل صور اللحظات الأخيرة مع الشاعر محمد حمزة للصحف لينفي لجمهوره الحبيب شائعة الادعاء بالمرض. عبد الحليم أرسل خطابا سريا إلى الرئيس عبد الناصر يطلب فيه حمايته من مراكز القوى بعد أن وضعوا تليفونه تحت المراقبة. المشير عبد الحكيم عامر يهدد عبد الحليم حافظ بالاعتقال بسبب الخلاف الذي نشب بين حليم وأم كلثوم. الاستقبال الأسطوري لحليم في الجزائر بعد أن حملته الجماهير هناك على الأعناق أثارت حقد كبار السياسيين على عبد الحليم حافظ. حرص عبد الحليم في كل حفلاته على اختيار موعد ومكان وشكل الأفيش وكيفية ترتيب الأسماء ومصممي الأفيشات وعددها وحجمها وأماكن لصقها، وكان يمر بسيارته بنفسه على أماكن الأفيشات لكي يراها وهي معلقة ويتأكد أنها متضمنة كل طلباته. كان عبد الحليم حافظ يتمنى أن تكون بطلة أفلامه الفنانة نيلي، حيث كان يذهب لمسرح الحرية الليسي ليشاهد دورها في مسرحية كباريه، وكان يجلس في كواليس المسرح بالساعات.